كابتن عمر، هل انت كنت ابرز المؤيدين لاستخدام زوران؟ ده انا اللي زكيته كمان. لان احنا الحقيقه الموسم الماضي بعد ما خلصنا اخر مباراه قعدت مع لجنه الكوره والاستاذ محمد مصلح رئيس النادي، قلت لهم لازم نشتغل من دلوقتي. نحن في نواقص كتيره، في مراكز شغره، محتاجين مدرب لازم يجي في اسرع وقت. وده فعلا اللي اشتغلوا عليه، وبدا السيفيهات تتعرض علينا. فانا يعني لفت نظري السيفي بتاعه الحقيقه في حاجتين. الحاجه الاولانيه هو درب في افريقيا كتير، وده كان شيء مهم جدا، ودرب في الجزائر على ما اعتقد، وبالتالي عارف طبيعه اللاعب المصري. اشتغل في المغرب، اشتغل في الجزائر، عنده بالزبط. لا عنده لفه محترمه، وسيمبا يعني لا عنده خبره بالكره الافريقيه مهمه جدا حقيقة. يعني الحاجة الثانية الحقيقة هو عنده بطولات دوري مع أندية غير مصنفة كبطلة. أي. سواء في أنجولا أو في اعتقد مازيمبي أو حاجة زي كده، وفي الجزائر سيمبا، وفي الجزائر. إذا معنى كده الراجل ده بيبذل مجهود عالي جدا، وتدريبيا هو عالي، بدليل انه بياخد بطولات مع أندية مش مصنفة انها بطلة. أي. وبالتالي انا اشتغل مع شاب الوزداد في الجزائر. أيوة. واشتغل مع الوداد المغربي، واشتغل مع سيمبا كتير في افريقيا. وبالتالي انا زكيت. انا عاجبني اكتر اللي انت بتقوله يا كابتن عمر. لا دي حقيقه والله. لا يعني. انا عاجبني فكره طريقه التفكير اللي هي الكرايتيريا. أيوة. اللي على اساسها انا بختار المدير الفني. صح. يعني حضرتك اتكيت قوي على نقطه ايه، ان هو اخذ بطوله دوري مع فرق مش معتاده على ان هي تحصل على اللقب، ودي نفس الظروف المشابهه للاتحاد. فانت صحيح. بتختار مدير فني يعرف يشتغل، يعني هو جاي وعارف ان الاتحاد ما عندوش الامكانيات اللي عند الاهلي والزمالك مثلا. صحيح. هو دي نقطه مهمه جدا. الموضوع هنا ازاي مدير فني بيختار مدير فني. اي القصه هنا مش قصه بتاعنا. المدير الفني السابق هو اللي بيختار المدير الفني الجديد. أي. وده طبعا تحترم في الكابتن محمد طبعاً. لانه من ابناء النادي بيبقي مصلحه النادي على. أي. مصلحته. خلي بالك الموضوع ده، يعني اللي اشتغل هو اللي يعرف القصه دي، ان انا وانا شغال مع الفريق بقول لهم ان انا عايز اجيب مدير فني من كذا، وبنقرا سيفيهات، وهو اللي بيقرا السيفيهات هو اللي بيقرر. فده في حد ذاته انكار ذات بيدل ان في نجاح. يعني بنحيي الكابتن محمد عمر على الروح دي يعني.